انتقد رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمامأوغلو رفض أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم رفع أسعار المياه في المدينة، وكان قد قدم أوغلو اقتراحا لمجلس البلدية يقضي برفع أسعار المياه إلى 175% بعد رفع أسعار الغاز والكهرباء. استفادت 600 أسرة غربية أفغانستان من المواد الإغاثية الواصلة عبر قطار الخير الأول الذي أرسلته منظمات مدنية تركية وبتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. لحجز هذه المساحة الإعلانية للتواصل والاستفسار 0555 110 85. تأسس في تركيا خلال يناير كانون الثاني الماضي 1359 شركة ذات شراكة أجنبية، وحسب معطيات من اتحاد الغرف والبورصات في تركيا فإن 109 منها شركات مساهمة و1250 شركات محدودة. رغم حرمانها من الإنجاب أصبحت فاطمة سردار 63 عاما أما لتسعين طفلا يتيما ترعاهم في مختلف دول العالم بدعم من زوجها ومن محبي عمل الخير. رغم محاولات العلاج لم يستطع الزوجان فاطمة وعثمان سردار الإنجاب، فوهبا نفسهما لعمل الخير ومساعدة الآخرين.